قال وتلاوته حق تلاوته، أي من النصيحة للقرآن تلاوة القرآن حق التلاوة، كما قال الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن تلاوة القرآن حق التلاوة تكون بأمور ثلاثة، تكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول حسن القراءة للقرآن، حسن القراءة للقرآن والمراجعة والحفظ والاستذكار، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني التدبر للمعاني وعقل الدلالات. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا وقال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلم يتدبروا القول. فالجانب الآخر من تلاوة القرآن حق تلاوته تدبر القرآن ومعرفة معانيه ودلالاته في ضوء ما كتبه وفي ضوء ما نقل عن السلف الأولين من الصحابة والتابعين، وفي ضوء ما كتبه الأئمة الراسخين والعلماء المحققين في كتب التفسير المعتمدة. والأمر الثالث العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. فالعمل بالقرآن تلاوة للقرآن، العمل بالقرآن تلاوة للقرآن، ليست التلاوة مجرد القراءة، بل العمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. وقد دل القرآن على أن العمل الذي هو اتباع القرآن والائتمار بأمره يسمى تلاوة، كما في قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها، فلا يكون تاليا للقرآن إلا من تبع القرآن، لأن من معاني التلاوة في اللغة الاتباع، تلا فلان فلانا أي تبعه. فليست تلاوة القرآن بمجرد القراءة لحروفه، بل لا يكون تاليا للقرآن حقا حتى يعمل بالقرآن ويتبع القرآن، حتى يعمل بالقرآن ويتبع القرآن. هذا هو معنى قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته بالقراءة والحفظ وبالفهم والتدبر وبالعمل والاتباع. بهذه الأمور الثلاثة يكون العبد تاليا للقرآن، أما بمجرد القراءة وإتقان الحفظ هذا لا يكفي. وكما قال بعض السلف ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان، وشاهد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. فالقرآن يكون حجة للعبد إذا كان من أهله ومن العاملين به، ويكون حجة عليه إذا لم يكن من العاملين به. وأعظم مصيبة في هذا الباب أن يكون في من يحفظ القرآن من يشرك بالله، يقرأ الآيات التي فيها التوحيد والدعوة إلى إخلاص الدين لله، يقرأها في المصحف مرات وكرات، ثم يقول مدد يا فلان، أو الحقني يا فلان، أو أنا عائد بجنابك، أو أنا طالب منك منكسر ببابك. هذا ليس من أهل القرآن ولا من الناصحين للقرآن ولو كان حافظا لحروف القرآن حفظا متقنا. فلا بد من
العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى ليكون الإنسان من أهله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، اتخذ الناس قراءته عملا. أحيانا يعطى بعض الطلاب الدرجة 100% في الحفظ، يكتب له المحفظ الدرجة 100 من 100، المخارج والمدود إلى آخر كلها يأتي بها على أحسن وجه، فيأخذ الدرجة 100 من 100، ولكن إن نظرت في حقيقة أفعاله فهو لا يستحق 0 من 100، أو لا يستحق إلا 0 من 100. يعني مثل يجيد قول الله تبارك وتعالى قراءة: وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقرأها قراءة صحيحة تامة حسنة بصوت جميل، لكنه عاق لوالديه، لكنه عاق لوالديه، من أهل العقوق ودائما من أهل التأفف من الوالدين ولا يطيع والديه. هل هو من أهل هذه الآية؟ وهل هذه الآية أنزلت لتقرأ بصوت عذب فقط وانتهى الأمر؟ لا والله، هذه أوامر وشرائع وأحكام، فلا يكون الإنسان من أهل هذه الآيات إلا إذا حققها وعمل بها. ولهذا نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كلاما يبدي فيه الألم والأسف على حال بعض القراء في زمانه، وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى، أدرك عددا من الصحابة أو أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فيتكلم عن بعض القراء في زمانه يقول: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا. يقول أحدهم، يعني أحد القراء في ذاك الزمان، يقول: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. يعني إن نظرت إلى أخلاقه ليست أخلاق القرآن، وإذا رأيت أعماله ليست أعمال القرآن. عائشة رضي الله عنها لما وصفت خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. يقول الحسن: لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل. ثم قال: ما هؤلاء بالقراء، وما هؤلاء بالعلماء، وما هؤلاء بالورعة، وإذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. وهذا رواه عنه الأجري في كتابه العظيم أخلاق حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن، ورواه غيره من أهل العلم. فمن تلاوة القرآن حق تلاوته أن يعمل الإنسان بالقرآن الكريم، يعمل بالقرآن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار.